تقول في رسالتها: أنا فتاة جميع ملابسي فيها سحاب وقصيرة، فهل هذا حرام كما يعتقد البعض، وكذلك الأظافر الطويلة؟ وشكرا لكم. سحاب لا بأس به، فإنه نوع من الأثارير، والأصل في العادات والألبسة والأطعمة والمساكن الأصل فيها الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم تحريما للسحاب سواء كان من الأمام أو من الخلف. وأما الثياب القصيرة، هي تقصد الأكمام بالذات في القصر، لأنها تقول وأكمام قصيرة. نعم. وأما مسألة قصر الأكمام أو قصر الثياب، فإنه إذا لم يكن في البيت رجل من غير محارمها فلا بأس بها، إلا إذا كانت هذه الثياب على شكل يختص بالكفار فإنه لا يجوز، لأن ذلك من التشبه بهم. وأما إذا كان في البيت من ليس من محارمها كأخ زوجها وعمه وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز لها أن تلبس ثيابا قصيرة تبدو منها سيقانها وأذرعتها وما أشبه ذلك. طيب بالنسبة للأظافر، أما بالنسبة للأظافر فإن هذا خلاف السنة وخلاف الفطرة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الفطرة تقليم الأظفار، فمخالفة ذلك مخالفة للفطرة، وإن كان المقصود به أن يتشبه الإنسان بغير المسلمين فإن هذا محرم عليه، لأن من تشبه بقوم فهو منهم. والسنة أن تقص الأظافر، وقد وقفك النبي صلى الله عليه وسلم لأمته فيها أن لا تترك فوق 40، أي فوق 40 يوما، فالحد الأعلى أو الأقصى 40 يوما، وإلا فكلما طالت تؤخذ، ولكنها لا يتجاوز بها 40 يوما.